مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. حبيت أعرض لكم كيف رتبت ركن القهوة، أنا بسميه ركن السعادة، بأشياء بسيطة صنعتها بنفسي وأضفت لمساتي الخاصة عليها لتعطي المكان يعني تعطيه جو حلو، كمان يكون مريح للنفسية ومريح للعين. فإن شاء الله بتستفيدوا وبتستمتعوا بفيديو اليوم. فإذا عجبكم فيديو اليوم بليز أعطوا الفيديو لايك، وإذا كنتوا أول مرة على قناتي أهلا وسهلا فيكم، أنا أفنان، بشرفني انضمامكم للقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس علشان ما يفوتكم شي. وخلونا نشوف تفاصيل ترتيب ركن القهوة. البداية هذا عبارة عن طاولة اجت مع المكتب، يعني هي اجت زيادة عن المكتب، فحبيت اني اعملها هي ركن القهوة. فالجزئية اللي تحت حطيت فيها جهاز للقهوة، انا نادرا ما بستخدمه فحطيته تحت يعني علشان يكون بعيد عن ايدي، وحطيت جنبي المطحنة، وعلى الناحية الثانية حطيت الله يكرمكم سلة الزبالة. نبدأ بترتيب من فوق. مثل ما شايفين الحيطة عندي بيضة ما فيها أي تفاصيل، فحبيت أني أضيف هيك شوية تفاصيل، فحطيت هاي اللوحة، لقيت أنها يعني هتكون كتير مناسبة للمكان، أخذتها من هوم سنتر، بتلاقوا أشكال كتيرة، فأنا هاي لقيتها أكتر شيء مناسب للمكان. في الزاوية راح أحط جهاز النسبريسو تاع الكبسولات، راح احطه في الزاوية بما اني بستخدمه بشكل يومي فراح احطه فوق. كمان راح احط غلاية في حال اذا احتجت مية سخنة يكون الغلاية موجودة واستخدمها على طول. على جنبهم راح احط هذا الصحن الابيض اللي على اطرافه لون ذهبي، اشتريته لما كنت عروسة وما استخدمته فحبيت استغله واحطه في هذا المكان. حطيت فيه النكهات، عندي نكهة الفانيليا والكراميل، اخذتهم من جلوريا جينز، وحطيت شوية شموع، هذه الشمعة اخذتها من هوم سنتر بريحة الفانيليا، وكمان هذه الشمعة الصفراء اخذتها عشان تتناسب مع لون الجهاز، اخذتها من دولار بلس. في هذا الجزء من الركن راح احط كبسولات النسبريسو، انه اكيد لازم تكون موجودة عند الجهاز. وحبيت اضيف كمان حياة لهذا المكان فضفت هذه النبتة الصغيرة، واللون الاخضر اللي فيها اعطى حياة للمكان وخلى المكان احلى. عندي هذه الصواني المستطيلة راح اضيف فيها شوية شغلات مثل هذا الجهاز، انا ما بعرف شو اسمه بس جوز يستخدمه في عمل القهوة، فحطت له اياه وضفت الفلاتر المدورة، كمان نسكافيه وعلبة المعالق اللي عملتها معكم الفيديو اللي فات، واخر شي حطيته اللي هو كوباية. اما في الصينية الثانية فحطيت الفلاتر، علبة الفلاتر اللي عملتها معكم، كمان علبة القهوة اللي مش مطحونة، وحطيت كمان علبة قهوة جاهزة، وآخر شي حبيت أحط شمعة بريحة الفانيليا عشان لما نولعها تعطي ريحة كتير حلوة بالمكان.
وبهيك رتبنا ركن القهوة. بتمنى انكم استمتعتوا بفيديو اليوم واستفدتوا من الافكار اللي عرضتها في هذا الفيديو. حابة احكي شغلة، انا رح اصير اتواصل معكم دايما عن طريق المنتدى الخاصية الجديدة اللي اضافها اليوتيوب، فبتمنى انكم تشاركوا هناك. اذا حابين تعرضوا اي فكرة او حابين اي شيء مني اكتبوا لي في المنتدى. شكرا كتير لكم لمتابعتكم، استنوني في الفيديو الجاي، مع السلامة.